السلام عليكم سي الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا سي هذا سي شيرين الزيف. ماشي مشكل وخبينا به ماشي مشكل زوين هو اصلا بيستاج مع جون بنان يعني يطلع يا سلام الثمن ديال هذا كيف كنقولوا 700 درهم 800 درهم اللي هو كيسهلها درنا بقى عليه طالك هذا الكليم كيسولوا عليه كاين اللي ما صعدش الحظ كاين اللي تقلقات كاين اللي بكات ولكن اليوم عاوتاني كذلك غنزيد نفرحها ها الفولار ديالك اختي هذا كيدار قفطان وكيدار تكشيطه وكذلك حنا درنا تجلب دو بياس مع الكريب كذلك لاسوا وكنقول لك 500 درهم بالنسبه للكليان جديد حنا كاين بحال الحسني شرق افغانستان برانس الدار البيضاء اللوينات اللي كاينين كل اللوينات اللي هما زوينين اللوينات اللي متميزين كارناج اللي هو كيف كنقولوا حنا ديال الحريفيه كارناج ديال الصناعيه كارناج ديال الخياطه كارناج ديال الستيليست كارناج ديال الروميساء يعني ما كاينش خوه عالميا كنقولوا بالثقه في النفس بغيت توري وجه اسمح لهم هو هذا اتحدى العالم الثقه في النفس بلغه الحرفه وبلغه الخدمه هانا سيدي حبيبي هادشي كامل كيف كنقولوا 500 درهم سولتينا على العبارة وخاص اسمح لهم هضره 3 متر على ميترونس بالنسبه للكريب راه 2 متر على ميترونس بالنسبه بغيتي كريب بوحديتو راه كاين 200 درهم وكاينه 300 درهم انا جمعت هذا الخير كامل وكندير لك واحد الثمن اللي هو زوين اللي هو 500 درهم يعني تقدري دير هذاك التسميسو الفوق وتقدري ديري التحت يعني بامكانك باش تقدري تستغل اليوم بجوج اللي بغيت نوصل لك اختي تقدري ديري هذه بوحدي سقفيطين وتقدري ديرها كذلك بوحدي تجليله بالحضور وتقدري كذلك ديريها جلابه دو بياس يعني كتبقى جلابه الخرجه جلابه الخرجه كنقص دابا جلابه الحضور هي غاده معروضه خارجه شي عشيوه على برا فيهم السيو ديالك غادي تور الخاطي ديالك غادي تبارك لشي واحد شي زواج ولا شي كيف كنقولوا شي طهاره راه هادي الجلابه ديالك ما كتفكر في والو ما كتمشي متقله ما والو غادي خفيفه وباحسن ثمن اللي هو 500 درهم وتا تقدري توصلي لديك المناسبه اختي انت متحيدي هاد الجلابه هادي تولي جالسه عاوتاني بقفيطين اللي هو سوا اللي هو بغوشي اللي هو شي حاجه اوريجينال وبثمن 500 درهم عشرات الالوفات واللوينات اللي كاينين راه هما هادو اللي ما ساعدش الحظ عاوتاني تسنى شي فرصه اخرى شي مناسبه اخرى رميساء مستمره رميساء ما كتوقفش رميساء ديما الجديد رميساء ديما الابداع رميساء ما غاديش نقول لك ديما الابداع رميساء منبع الابداع ماشي يا ولدي اخويا بشي بعد راه كان عليهم طلب كثير يعني اللوينات اللي بقاو راه هما هادو قلتي العبار ديال القطان فيه 3 متر قلتي الكراب فيه 2 متر ونص على متر ونص ما قلتيش الفولار شحال فيه متر اخويا الفولار فيه 4 متر الفولار يعني سوا كبير وكبير بزاف يعني دير كيف ما بغيت اختي ها الفولار ديالك فولار راه يعوض كوكو ها هادشي كامل 500 درهم 10000 اخويا سمح 500 درهم 50000 10000 ها وبالصحة والراحة اللي خدا شي حاجة بصحة وراحة أهم حاجة من هادشي كامل الله ينفعكم والله يدخلهم عليكم باش تمنيتو ولكن ما تدخلوش علينا كيف كنقولوا بالآراء ديالكم كيف ما كانوا كيف ما كانوا يا زوينين يا خايبين حنا كنرحبوا بالكل وبالصحة والراحة